بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله هنبدأ الجزء الأخير من كلامنا عن الـ Stem Cell Transplantation Therapy والـ Immune Effector Cell Therapy. يمكن جزء من محاضرة النهاردة عن الـ Cellular Therapy عامة أو الـ CAR T. يمكن الـ CAR T دي كانت بداية الـ Cellular Therapy، وبداية بعد كده للـ Concept اللي بقى More Common to be Used اللي هو الـ Immune Effector Cell Therapy، لأنه مش بيشمل بس الـ T Cell زي ما هنشوف كده في الـ CAR T، لأ دلوقتي كمان بقى فيه Expansion لأن احنا نستخدم more immune modulatory cells زي الماكروفيجز نفسها والدندريتك cells under trials في ال treatment of cancer. لكن ال most common modality، ودي أول modality of cell therapy اتعملت، اللي هي ال CAR T، وده اللي هنتكلم عنه in details برضه في الامتحان. هو واحد من المواضيع المهمة جدا، عارفين ال principles بتاعتها، والجزء ال frequently asked questions فيه متعلق بيه هو ال complications بتاعت ال CAR T. ده برضه هنلاقيه إن شاء الله discussed في محاضرة النهاردة. أولا دي الحاجات اللي هنتكلم عنها، هنتكلم عن introduction يعني إيه CAR T نفسه، وبعد كده هنتكلم عن ال FDA approved drugs أو ال CAR T therapies يعني، وبعد كده هنتكلم عن ال adverse effects أو ال complications بتاعة ال CAR T. أولا هنتكلم يعني إيه CAR T. ال CAR T ده اختصار لكلمة chimeric antigen receptor T cell therapy. Chimeric جاي من الكايمرا، ده يعني كان حيوان كده أسطوري في اللاتن ميثودولوجي، جزء منه بيبقى راس تنين وديل تعبان، ويعني حاجات متركبة على بعض، وده الكونسيبت بتاعنا. الفكرة كلها هي one of the methods بنعمل فيها modulation لل T cells نفسها. احنا بنستخدم فيها الـ patient own immune cells especially بتبقى T cell، وبنعملها genetic engineering بحيث ان الـ T cell الطبيعية احنا عارفين دايما بيبقى على سطحها T cell receptor اللي بعد كده بتريكوجنايز الـ T cell الـ antigen presenting cells او الـ MHC class 1 او class 2 في الـ cells نفسها، عشان خاطر بعد كده تعمل الـ action بتاعها. الفكرة ان احنا بنعمل genetic modification للـ T cell دي، مش بس انها تكسبرس تي سيل على السيرفس بتاعها، لا كمان تبدا تكسبرس اميونوجلوبولين او جزء من البي سيل ريسبتور. احنا عارفين فكره البي سيل او الاميونوجلوبولينز بشكل عام، هي عباره عن فاريبل تشين وهيفي تشين، وعندها هاي افينيتي تو بايند تو انجنز. القصه ان احنا بنعمل جيناتيك انجينيرنج للتي سيل بحيث انها تريكوجنايز سبيسيفيك سيل سيرفيس ماركرز، يعني كاني بركب البي سيل ريسبتور على التي سيل، فيبقى التي سيل عندها القدرة انها to identify specific antigen على الكانسر سيل ب more specific method، وتبقى more targetable بحيث انها تاتاك الكانسر سيل. يمكن واحدة دايما من المشاكل كانت بتحصل في الكانسر سيل نفسها، هو انه one of the methods of cancer development اللي بتحصل حاجة اسمها immune evasion. يعني ايه؟ يعني ان الكانسر سيل بتهرب من الاميونيتي من خلال انها بتطلع some proteins او بتكسبرس some proteins زي ال PD-L1 او other proteins اللي هي بتبقى inhibitory لل T cell function. فاحنا فكرة ان احنا how ان احنا to modify T cell دي بحيث انها تقدر to recognize the cancer cell in a more specific method وتبقى more targetable method. فدي فكرة ال CAR T نفسها، ان انا باخد ال patient own T cells واعمل عليها genetic engineering بحيث انها تبدأ السيرفس بتاعها بركب عليه، بحط لها جينز، الجينز دي بكود فور بروتينز، هذه البروتينز اكت از ريسبتورز اجينست سبيسيفيك انجين على الكانسر سيل. ده باختصار فكره الكار تي، وهي واحده من الافكار الرائعه في الميثودز بتاعتنا تو اتاك الكانسرز. بصراحه هنتكلم بشكل بسيط كده عن الكار تي ديفلوبمنت وايه هي الجينريشنز اوف كار تي. دي حاجة بس for your knowledge، يبقى كمور ديب انفورميشن عارفها. يمكن كأول كار تي اتعمل كان بيعمل ايه؟ كنا بنركب السنجل او الفاريبل فراجمنت اوف انتي بودي directed against specific tumor antigen على ال T cell receptor، يبقى ماسك فيه السيجنال دومين بتاع ال T cell receptor نفسه زي اللي قدامنا في الصورة دي كده. زي ما قلت لكم ان حافين دايما الاميونوجلوبين عبارة عن جزئين، حاجة اسمها heavy chain وحاجة اسمها variable chain. بيبقى ال heavy chain وال variable chain اتنين، two heavy chains و two light chains. ال heavy chain بقى اللي هي ممكن تكون of ال A class أو ال G class أو ال M class،
واللايت تشين ممكن تكون قلتها كابا أو لامدا سب تايب. المهم يعني إن إحنا في الأول وفي الآخر بيبقى في عندنا الجزء ده اللي بيسموها variable أو ال variable fragment اللي هو بيشمل ال adjoint binding site. الجزء ده بيسميه دايما variable fragment، ده بيسميه ال constant fragment. variable عشان هو ده اللي بيتغير عشان خاطر مع كل engine، يبقى كل antibody يمسك في specific engine، عشان كده بيسميه دايما variable fragment. فهي الفكرة كلها إن ال variable fragment ده اللي عنده ال ability to bind to specific engine هنبدأ نعمله جين كود فور ذيس variable fragment، ويبقى expressed في التي سيل بحيث ان التي سيل ديت يبقى على السيرفس بتاعها ال variable fragment of antibody directed against specific tumor antigen. يعني مثلا for example ال CD19 CAR cell هي فكرتها ايه؟ فكرتها ان انت بتجيب تي سيل وبيحط عليها الجين، الجين ده بيكود فور انتيبادي، الانتيبادي ده عنده سبيسيفيستي تو بايند تو سي دي 19 ماركر، وده موجود على اغلب البي سيل مالجنس سواء كان الاماتيور بي سيل زي الاي ال ال او الماتيور زي ديفيوزر بي سيل لينفوما. فهي هنا بقت التي سيل على السيرفيس بتاعها بقى فيه انتيبادي متركب على السيرفيس بتاعها عنده القدره ان هو تو بايند تو سي دي 19 بوزيتيف سيلز، سواء كان بنتكلم في الاي ال ال او ديفيوزر بي سيل لينفوما او فريكوينت لينفوما any other lymphoma او lymphoma ده السيل عندها CD19، بحيث ان التي سيل هنا تقدر تمسك في اي CD19 positive cell وتقدر تعمل لها killing property. فالفيرست جنريشن من الكار تي كان بيركب ال variable fragment of an antibody على ال surface of the T cell وبيبقى attached ل ال signaling domain بتاع T cell receptor. يعني ماسك هنا كده T cell receptor ده ال signaling domain بتاعه، لأن أنا ركبت عليه من بره ال variable fragment بتاعت CD19 binding domain، وهنا ده على طول ال signaling domain بتاع مين؟ بتاع ال T cell receptor، بحيث ده يقدر يبايند في أي cancer cell express CD19 molecule. ال second generation بقى من ال CAR T أو ال third generation، الاتنين مع بعض كان إن إحنا بنأد co-stimulatory molecule هنا، ودي أغلب ال CAR T على فكرة، اغلب الكار تي سيرفيس اوف ذا سكند جينيشن او ثيرد جينيشن ان انا باد 1 اور 2 كو ستيمولاتوري دومينز عشان خاطر تو انهانس الكيلينج اكتيفيتي بتاعه التي سيل. كانت المشكله دايما في الفيرست جينيشن من الكار تي انه البايندينج اوف التي سيل للسبيسيفيك تيومر انجين ما بيبقاش ستيبل قوي وما بيعملش ستابيليتي في الاكشن اوف ذا تي سيل. فقالوا طيب احنا ممكن نحل المشكلة دي ان احنا مش بس هنكود فور ذا جين، يعني ان احنا نعمل جين ذات كود فور ذا فاريبل فراجمنت اوف انتيبادي، لا هنعمل كمان جنبها جينز ذات كود فور كو ستيماتور مولكيولز عشان خاطر تبقى سيميلر للفانكشن بتاعت التي سيل الحقيقية. عارفين التي سيل اصلا او تي سيل ريسبتور عشان خاطر يبدا ياتاك اني سيل لازم يبقى في عنده كو ستيماتوري باث واي زي السي دي 27 دي او السي دي بي 27، دي عبارة عن pathways بت enhance ال activity of the T cell to kill أي cell تاني infected cell سواء كان infected cell viral infected cell أو cancer cell، فمحتاجة co-stimulatory pathway. فالفكرة هنا في second generation و third generation من ال CAR T، لا قالك كمان أنا مش بس هحط variable fragment قريب من ال signal domain بتاع ال T cell receptor، لا هركب عليه كمان co-stimulatory domains عشان خاطر to enhance ال activity. جه كمان بقى في فورث جنريشن من الكار تي، وحتى بيسموه ارمورد كار تي، الكار تي المسلحه، ان انا مش بس هحط كمان كوستيماتوري مولكيول، لا ده انا هحط كمان جينز كود فور سايتوكاينز عندها الابيليتي تو كيل الكانسر. يعني انا مش بس مجرد ركبت عليها الفاريبل فراجمنت، لا ده انا هركب عليها كمان كوستيماتوري مولكيولز تو انهانس الكيلينج اكتيفيتي، وهركب عليها جينز فور كود فور سايتوكاينز او other pathways to kill a cancer cell. ودي ببساطة ال 4 generations من ال CAR T بشكل أكثر تبسيطا. يعني ال first generation زي ما احنا شايفين كده، أنا جبت ال variable fragment بتاعة الميلوجلوبين وركبته على ال T cell receptor ال stimulatory pathway بتاعة ال T cell receptor نفسه. ال second generation لا، أنا حطيت co stimulatory molecule زي CD28 عشان خاطر to enhance a killing activity. ال third generation حطيت two co-stimulatory molecules اللي هو C28 وال41BB ماسكين ما بين ال variable fragment of light او ال variable fragment بتاع الميلوجلوبين
اللي هو directed against specific tumor antigen مع ال T cell receptor signaling pathway اللي هو CD3 دايما. في حالة ال fourth generation لا، أنا حطيت costimulatory molecule plus another protein أو cytokines code for cytokines اللي بت enhance ال killing activity بتاعت ال T cell، عشان كده بيسموهم armored CAR T. فدول ال fourth generation أو ال four generations بتوع CAR T. ال most common طبعا في clinical practice بيستخدمهم ال second and third generation CAR T. يبقى باختصار اتكلمنا يعني ايه CAR T واتكلمنا عن CAR T development. تعالوا نتكلم بقى عن CAR T procedure نفسها ازاي بتحصل. هي مقاربة قوي دي الاوتولوجوس ترانسبلانتيشن، بس هنا الفكرة في الاوتولوجوس ترانسبلانتيشن بتاخد اوتولوجوس ستيم سيل وبعد كده بتعملها تحفظ بها بره، تعملها كرايو بريزرفيشن، وبعد كده تدعي عندها دوت كيمو ثيرابي، وبعدين ابدا احقن تاني الستيم سيلز عشان خاطر تريبليس البومور بعد ما اديت هاي دوز كيمو ثيرابي. الفكرة هنا مختلفة شوية، بس برضو انت بتعمل برضو افريسز عشان خاطر تكولكت مش ستيم سيلز بقى، تكولكت نايف تي سيلز، يعني هتاخد من عندها تي سيل هيز اون تي سيل، وبعدين تي سيل دي بره تحفظها تعملها برضو بريزرفيشن وتوديها مصنع. المصنع ده بيعمل ايه؟ بياخد التي سيل دي ويعمل فيها جيناتيك انجينيرنج، بيحط لها فايرال فيكتور. الفايرال فيكتور دوت ده كود فور اللي احنا قلنا عليه بقى الفاريبل فراجمنت بتاع الانتي بودي دايركتد اجينست سبيسيفيك انتيجن. يعني لو بتكلم مثلا عندك كار تي ويز سي دي 19 اكتيفيتي، يبقى هتحط عليها جين بيكود فور الفاريبل ريجن بتاع الانتي بودي اللي يقدر يديتكت سي دي 19 انتيجن. عملنا اللي هو كار تي اجينست البي سيل ماتريجن انجن اللي هو البسمه بتاع المالتو مايلوما، يبقى هنحط الجين ذا كود فور فاريبل ريجن بتاع الانتيبادي، الانتيبادي ده سبيسيفيك اجينست البي سيل ماتريجن انجن الموجوده على المايلوما سيلز، وهكذا. لو حبينا في المستقبل نعمل كار تي اجينست سي دي 20 يبقى هنحط نركب فيها الجين ذا كود فور فاريبل ريجن بتاع الاميوجلوبولين اللي هو سبيسيفيك اجينست سي دي 20 سيل، وهكذا. يبقى تاني اول خطوه انك بتكولكت البيشنت اون تي سيلز من خلال الافريسيس بروسيجر، وبعد كده بتعملها كرايو بريزرفيشن وتوديها المصنع، ويجوا طبعا الحاجات دي بتبقى حاجات في ان يوروب، وبعد كده او في اليو اس يعني حاجات بتقدر هاو تو ديل مع الجين ثيرابي في التي سيلز نفسها، وبعد كده بعملها جيناتيك ايديتنج انا بحط على فايرال فيكتور ذا كود فور سبيسيفيك انتيبادي. طيب بعد ما عملت القصه دي هتشوف بقى which clone of T cell فعلا حصل فيها انه ال viral vector ده اشتغل و code for ال variable region او ال antibody على ال surface of the T cell، وتبدأ ت select this clone of T cell وتعمل لها expansion. خلاص انا كده اخترت خلاص ال clone of T cell اللي فعلا نجح فيها فكرة ال genetic engineering وعملت لها expansion، اخزنها وارجع تاني ارجعها للمريض to be infused. بس قبل ما معناها infusion او تبقى transfused to the patient بودي ال patient برضه chemotherapy lymphodepleting conditioning regimen. ده مش زي conditioning regimen بتاع transplantation قوي، لكنه بيبقى mainly الهدف هنا مش myeloid depletion، الهدف هنا نعمل lymphodepletion يعني اقلل مناعة العيان زي الفلوساي regimen بدوزز طبعا اقل من الدوزز بتاعت ال conditioning regimen سواء كانت اوتولوجاس او الوجينيك ترانسبلانتيشن. يعني مثلا فور اكزامبل السيكروفوسفامايد هنا بيبقى 1 جرام بير متر سكوير متقسم على يومين، الفودرابين بيبقى 30 مللي جرام بير متر سكوير على 1 داي. فاقصد هي الفكره نفسها انت بس بتدي كيموثيرابي جاست فور الليمفو ديبليشن عشان خاطر هي الاو النيو تي سيلز اللي انت حقنتها ديت انها تكسباند جوه الريسيبيانت نفسه. يبقى دي البروسيجر بتاعت الكار تي. يبقى تاني اول حاجه بعمل افريزز تو كولكت النايف تي سيلز، وبعد كده باخد التي سيلز دي واعمل لها بريزرفيشن واوديها فور مانيفاكتشرنج عشان اعمل فيها جيناتيك ايديتنج من خلال بحث فيها فايرال فيكتور ذا كود فور سبيسيفيك انتي بودي، وبعدين اعمل سيلكشن للكلون بتاع التي سيل اللي هي فعلا اكسباندد او بت اكسبريس ذيس انتي بودي واعمل لها اكسبانشن، وبعدين ابدا ابقى ارجع اعملها ري انفيوجن جوه البيشنت نفسه بعد ما بياخد ليمفو ديبليتنج دراج. ادي اول ستيب زي ما شايفين اهوت اللي بيبقى فيها لوكافريسيس عشان خاطر تكولكت التي سيلز، وبعد كده التي سيلز دي احنا بناخدها نوديها المصنع مانيفاكتشرنج عشان خاطر يعمل فيها جينيتيك ايديتنج او بيسموها ترانسلكشن، احط فيها فايرال فيكتور هيكود فور انتيبادي، وبعد كده ابدا اسلكت بقى التي سيل اللي هي بتكسبرس السبيسيفيك انتيبادي اللي انا عايزه واعمل لها اكسبانشن، وبعد ما اعمل لها اكسبانشن برجع احقنها في المريض تاني
after giving lymphodepleting chemotherapy. يبقى الكلمة دي كانت introduction على التي سيل، عرفنا فيها يعني ايه اصلا كار تي، وعرفنا الكار تي development، وبعدين عرفنا الكار تي procedure. هبدأ بقى اتكلم عن الانديكيشنز، او هي الكار تي therapies الموجودة وهي الانديكيشنز بتاعتها. يمكن السلايد دي هي بتجمع لي اغلب الكار تيز اللي هم تم يعني تصنيعهم والكومن انديكيشنز بتاعتهم، يمكن لغايه السلايد دي تقريبا لغايه 2022، في بس زاد عليهم انذر وان. الكار تيز كان في عندنا هقسمهم الى سي دي 19 سبيسيفيك كار تي ثيرابي وباسما سبيسيفيك كار تي. السي دي 19 سبيسيفيك كار تي يعني هم بيتارجت السي دي 19 سيلز، ما عندنا كام واحد؟ هم عندنا أربعة. أول واحد فيهم اللي هو تيساجين نكلي سيل، وبعد كده بقى عندنا أربعة كابتاجين، هو الأكسي كابتاجين والبروكسي كابتاجين واللايسو كابتاجين. يبقى دول كلهم أنتي سي دي 19 أو سي دي 19 سبيسيفيك أو تارجتنج كار تي. البسم هم دوايين، كان أول واحد فيهم اللي هو الأي دي كابتاجين، وتاني واحد فيهم أبروفد في 2023 اللي هو السيلتا كابتاجين. فالبسمة سبيسيفيك اللي هو اختصار البي سيل ماتيوريشن انجن سبيسيفيك كار تيز، هما اتنين الايدي كابتاجين والسيلتا كابتاجين. طبعا اسمائهم صعب شويه ان احنا نحفظهم، بس بقدر الامكان يعني عارفين ايه هي هذه الدراجز. يمكن زي ما قلت لكم اجين، دي السلايد دي بتورينا الاف دي ابروفل اوف ذيس دراجز في اليوزز بتاعتهم. يعني اول واحد مثلا تيزيجن لكريسال كان اول واحد تقريبا وخد ابروفل في الشايلدهود ريلابسد ريفراكتوري اي ال ال، وبعد كده جه في 2018 خد ابروفال في حاله الديفيوز لارج بي سيل لينفوما. الاكس كابتاجين كان خد ابروفال في الديفيوز لارج بي سيل لينفوما، وبعد كده في 2021 خد ابروفال في الفوليكولار لينفوما. البروكسي كابتاجين كان خد ابروفال في المانتل سيل لينفوما، وريسنتلي خد كمان ابروفال في الديفيوز ارج بي سيل لينفوما. اللايسو كابتاجين خد ابروفال في الديفيوز ارج بي سيل لينفوما، وريسنتلي كمان خد ابروفال في الفوليكولار لينفوما. اخر واحد فيهم الاي دي كابتاجين زي ما قلت لكم ده كان واخد ابروفال في هو بسما سبيسيفيك ففي المايلوما، ونفس الكلام برضه السيلتا كابتاجين. اجين هم دول الادويه اللي انا قلت لكم عليها، اللي هو التيسجين ليكريسا ده بيتارجت سي 19، دي واخد ابروفال في التشايلد هود اي ال ام والديفيوز ارج بي سيل لينفوما. ال ال في اطفال او في اقل من 25 سنه ريلابسد ريفراكتوري اي ال ام في التشيلدرن، وخد كمان ابروفال في الادلتس عندهم ريلابسد ريفراكتوري بي سيل نون هوجكن لينفوما. الاكسي كابتاجين ده برضه سي 19 خد ابروفال في البي سيل نون هوجكن لينفوما والفوليكولار لينفوما، وزيه اللايسو كابتاجين خد ابروفال برضه في البي سيل لينفوما والفوليكولار لينفوما. البيروكسي هو الوحيد اللي واخد ابروفال في المانتل سيل لينفوما ريلابس ريفراكتوري مانتل سيل لينفوما، وريسنت كمان خد ابروفال في الادلت اي ال ال، يعني مش في التشايلد هود، لا كمان خد ابروفال في الادلت اي ال ال. فدول الاربعه سي دي 19 تارجتنج كار تي. في عندنا اثنين تارجتنج البسمه اللي هم الاي دي كابتاجين والسيلتا كابتاجين، وبيستخدموا في الادلتس اللي عندهم ريلابس اند ريفراكتوري مالتيبل مايلوما. هتكلم عن كل واحد فيهم يعني in small detail بال FDA approvals بتاعته اللي هو اتاخد بإيه. أول واحد زي ما قلت لكم تسجنلك ريسال، وده اسمه التجاري الكايميرا، وده أنتي سي 19 كار تي. هم زي ما قلت لكم أربعة سي 19 تارجتنج اللي هو تسجنلك ريسال والأكسي كابتاجين والبروكسي كابتاجين واللايسو كابتاجين. يمكن في 2017 زي ما قلت لكم ده اول كار تي خد ابروفال في التشايلد هود اي ال ال، هم في الاطفال اقل او في الادلتس يعني اقل من 25 سنه عندهم ريلابس ريفراكتوري اي ال ال. وبعد كده في 2018 خد ابروفال في الديفيوزر بي سينفوما ريلابس ريفراكتوري ديفيوزر بي سينفوما، وريسنتلي في 2022 خد ابروفال في السي ال ال في العين هم خدوا او في سوري في الفوليكولار لينفوما اللي خدوا تو هرمون سيربس. يعني خد ابروفر في الاي ال ال، وخد ابروفر في الديفيوزر بي سي لينفوما، واخد ابروفر في الريلابس ريفراكتوري فوليكولار لينفوما. الاكسي خد ابروفل اول حاجه في البي سيل نون هوجكن لينفوما برضه ريلابس ريفراكتوري ديفيوزر بي سي لينفوما، وبعدين خد ابروفر في الفوليكولار لينفوما، وريسنتلي بقى في 2023 من كام شهر على طول خد ابروفال في ال سي ال ال اللي عندهم عندهم او اللارج بي سيل لينفوما. سوري يعني هنا كان واخد ابروفال في اللارج بي سيل لينفوما لو خدوا فور مور لاينز، هنا كمان خد ابروفال ريسنتلي في السكند لاين من ديفوز لارج بي سيل لينفوما اللي هم عندهم ريلابس اقل من 12 شهر او الريفراكتوري. يعني كان واخد الابروفال الاول لو حد عنده ديفوز لارج بي سيل لينفوما
more than 4 lines of chemotherapy. لكن زي ما هنشوف انه ريسنتلي الدنيا اتغيرت شويه، والكارتي اتنقلت بعد ما كانت فيفث لاين اوف ثيرابي، يمكن بقت في السكند لاين من التريتمنت. في عندهم ريلابسد ريفراكتوري ديفيوز لارج بي سينفوما اللي هم ريفراكتوري ديزيز، او اللي حصل لهم ايرلي ريلابس بعد 12 شهر. ليه؟ لان لقوا نتائجه ايفن كمان احسن من الاوتولوجس ستيم سيل ترانسبلانتيشن. يبقى كده اتكلمنا عن التيسجن ليك سيل في الاي ال ال، وفي الفوليكولار لينفوما، وفي الديفيوز ار بي سي لينفوما، والاكسي كابتاجين خد ابروفال في الديفيوز ار بي سي لينفوما والفوليكولار لينفوما. البروكسي كابتاجين خد ابروفال في زي ما قلت لكم في حاجتين، في المانتل سيل، يمكن هو الوحيد اللي واخد ابروفال في المانتل سيل اللي هو برضه ريلابس ريفراكتوري مانتل سيل لينفوما، وخد ابروفال في الادلت بي سيل اي ال ال، ادلت بي سيل اي ال ال. اخر واحد فيهم خالص اللي هو لايسو كابتاجين، وده كان واخد ابروفال في الريلابس ريفراكتوري بي سيل لينفوما اللي هو برضه ديفيوز بي سيل لينفوما افتر 4 لاينز اوف تريتمنت. وبعد كده بقى في السكند لاين على طول في العيانين اللي هم عندهم ريفراكتوري ديفيوز بي سيل لينفوما او ايرلي ريلابس في اقل من 12 شهر. كمان خد ابروفال ريسنت بقى في 2023 في السي ال ال، فكان الوحيد برضه فيهم اللي واخد ابروفال في السي ال ال او السمول فيزيك مفهومه. بس خلي بالك بشرط يكون عندي دوت خد تو ات ليست تو لاينز بيتضمنوا بروتون تيريزين كينيز انهبيتور والفينيتوكلاكس بي ازل 2. يعني ايه اللي هو بيريلابس افتر بروتون تيريزين كينيز انهبيتور، بروتون تيريزين كينيز انهبيتور او افتر فينيتوكلاكس، يقدر بعد كده ممكن ياخد بنفيت فروم اللايسوكابتاجين. وهم دول اربعه الكارتي اللي هم اجينست سي دي 19. يبقى اول واحد خالص التسجن لكريسل في الـ Childhood ALL، وفي الـ Diffuse Large B-Cell Lymphoma Rapid Refractory، وفي الـ Follicular Lymphoma. بعد كده كان تاني واحد اللي هو الـ Axicabtagene، ده خد فيه الـ Diffuse Large B-Cell Lymphoma في الـ Third Line، وفي دلوقتي في الـ Second Line، وفي الـ Fourth Line في الـ Second Line، وفي الـ Follicular Lymphoma. بعدين الـ Brexicabtagene خد Approval في الـ Mantle Cell Lymphoma وفي الـ Adult B-Cell ALL، واخر حاجه فيهم اللايسو كابتاجين زي شويه الاكسي كابتاجين، وده كان واخد ابروفا في الديفيوز لاش بي سيل لينفوما، بس زودنا عليهم كمان السي ال ال افتر تو لاينز اوف كيموثيرابي انكلودينج البارتون تيريزين كريز انهبيتور فينيتوكلاكس. يبقى دول كانوا السي دي 19 تارجتنج كار تي بايه هي الابروفالز بتاعتهم. بالنسبه للبسمه تارجتنج كار تي او الكار تي اللي هي بتستخدم في المايلوما، في عندنا تو دراجز اللي هو الاي دي كابتاجين والسلتا كابتاجين. ممكن الاي دي كابتاجين كان في 2021 والسلتا كابتاجين في 2022. الاثنين بيبقوا دايركت اجينست البي سيل ماتوريشن انجن بتاعت المايلوما، بس برضو الشرط فيهم ان لازم يكون الشخص ده واخد اتليست 4 لاينز اوف ثيرابي، بتتضمن واحد فيهم بروتيزوم انهبيتور وامينو ميديتور دراجز وسي دي 38 مونوكلونال انتيبادي. يعني لازم يكون الشخص ده واخد at least 4 lines of therapy، ولازم ال 4 lines دي يبقى خد فيهم الثلاث حاجات دول at least، اللي هو البروتيزوم انهبيتور بالعيله بتاعتها بقى اللي هو زي الكارفلزوميب او الاكستازوميب او البورتزوميب نفسه، واخد امينو ميديتور دراجز زي اللينالidomide او بوماليدومايد، واخد انتي سي دي 38 زي الداراتوماب. يبقى اتليست يبقى ده عشان خاطر نقول ان شرط ان الشخص ده كانديديت فور كار تي في المايلوما، يبقى لازم يكون اتليست واخد ديس لاينز اوف ثيرابي. اوكي طيب، يبقى كده اتكلمنا عن ايه الكار تيز كلهم وايه الانديكيشنز بتاعتهم واليوزز بتاعتهم. هنيجي للجزء الثالث في المحاضره بتاعت النهارده، ويمكن ده زي ما قلت لكم واحد من الاسئله اللي بتسال كتير قوي، ايه هي الكومبليكيشنز اوف كار تي، والمفروض اعرف ايه الكومبليكيشنز اند هاو تو مانج ايتش كومبليكيشن. الكار تيز طبعا في عندنا مجموعه من الكومبليكيشنز، اهمهم هم الثلاث حاجات دول، رقم واحد سيتوكاين ريليس سندروم، رقم اثنين نيورولوجيكال توكسيستي اللي بيسموهم ايكانز، اختصار حاجه اسمها اميون افكتور سيل اسوسييتد نيوروتوكسيستي، والحاجه الثالثه سيتوبينياز اند هايبوجاميا. احنا ممكن نقسم او نكلاسيفاي الى ايرلي كومبليكيشنز و late complications. ال early complications هم ال CRS أو cytokine release syndrome وال ICANS و ال cytopenia and infection. ال late side effects اللي هي hypogammaglobulinemia و ال immune
disorders. ادي التايم لاين بتاعت الكار تي ثيرابي والكومبليكيشنز او المور كومن كومبليكيشنز اللي بتحصل. طبعا زي ما قلت لكم ده بياخد اول ليمفو ديبليتنج كونديشن ريجيم وبعد كده اعمل كار تي انفيوجن. One of the earliest complications بتستمر ممكن معاك في من بعد 48 ساعة لغاية 15 days post CAR T نفسه اللي هو CRS syndrome أو cytokine release syndrome وال ICANS اللي هي immune effector associated أو immune effector immune cell immune effector cell associated neurotoxicity بالإضافة إلى ال myelosuppression و infection cytopenias and infection ودي بيسموهم early complications. One of the late complications في عندنا حاجة اسمها late onset ICANS ودي ممكن تشوفها بعد حوالي شهر وال hypo gamma globulinemia and infections. تعالى نتكلم عنهم واحدة واحدة. يمكن زي ما قلت لكم أهم 3 complications هنتكلم عنهم اللي هم cytokine release syndrome وال ICANS وال cytopenias and the hypo gamma globulinemia. اولا بالنسبه للسيتوكاين ريليس سندروم الباثوفيزيولوجي بتاعتها بتحصل ازاي؟ هي بتحصل نتيجه انه بيحصل اكتيفيشن الكار تي اللي انت حقنتها دي او التي سيلز اللي انت حقنتها بيحصل لها اميون اكتيفيشن ونتيجه ده بتطلع سيتوكاينز من اشهرهم انترلوكين 6. خلي بالنا نعرف الرقم ده او الانترلوكين ده مهم جدا. يعني بيحصل انفيوجن اوف الكار تي بيعمل حصل لها اميون اكتيفيشن بتطلع سيتوكاين هو الانترلوكين 6 عشان خاطر يأكتيفيت مور اميون سيلز نفسها. والانترلوكين 6 ده بيبقى ليه دروباكس من هذه الدروباكس اللي بيعمل حاجه اسمها سيتوكاين ريليس سندروم. يبان ازاي؟ يبان الشخص ده عنده فيفر وراش في المايلد سيمتومز، يبان كمان عنده هايبو تنشن الضغط بتاعه يقع وهايبوكسيا، وفي السيفير كيسز ممكن تؤدي الى ريسبيرتوري فيلر وهارت فيلر. يبقى تاني فيفر وراش هايبوكسيا هايبو تنشن ممكن توصل اب تو ريسبيرتوري فيلر وهارت فيلر. How to manage cytokine release syndrome بيعتمد على السيفيريتي بتاعتها. يعني لو حد عنده mild cases مقرب بس supportive therapy و supportive therapy ده بيشمل IV fluid و antibiotic و antihistaminic. لكن for severe cases لا يعني ده ممكن يحتاج ICU admission، بيحتاج طبعا respiratory support يعني up to nidra oxygen وممكن يحتاج mechanical ventilation، ممكن يحتاج circulatory support اديله vasopressor. لكن ال specific treatment اللي بيتاخد طبعا هو ال steroids بلس او ماينس التوسيليزوماب كانتي انترلوكين 6. يبقى تاني فور مايلد كيسز العيان دوت مدي مجرد بس حاجات انتي هيستامينيك وانتي بايريتيك. فور سيفير كيسز ادي اي سي يو فور اي سي يو سبورت بلس او ماينس بقى زي ما قلت لكم ميكانيكال فنتيليشن او سيركيولاتري سبورت. والسبيسيفيك ثيرابي هو الستيرويدز والتوسيليزوماب اللي هو انترلوكين 6 انهبيتور. بعرف طبعا فور جاست بس فور يور نولج بعرف ايه الجريدنج بتاعت السي ار اس اللي بناء عليه بحدد السيفيرتي. طبعا الحاجات اللي بعمل عليها جريدنج هم 3 سيمتومز هم الفيفر والهايبوتنشن والهايبوكسيا. طبعا الفيفر بديها جريد 1 او 2 او 3 او 4 موجوده في كل الجريدز موجوده اللي هي حراره اكتر من 38. الهايبوتنشن يعني في منه رينجز في كل جريد منهم. جريد 1 مبيبقاش معاهم هايبوتنشن، جريد 2 بيبقى معاهم هايبوتنشن ولكن مايلد مش محتاج فازوبريسور، جريد 3 بيبقى فيه هايبوتنشن وبيحتاج فازوبريسور 1 فازوبريسور، في جريد 4 بيبقى عندهم سيفير هايبوتنشن محتاج مور ذان او مالتيبل فازوبريسورز. في بالنسبه للهايبوكسيا في جريد 1 مفيش معاهم هايبوكسيا مجرد فيفر بس. جريد 2 بيبقى عندهم هايبوكسيا والهايبوكسيا دي محتاجه بس لو فلو اوكسجين زي نيزل كانيولا. في جريد 3 محتاج طبعا مين هاي فلو اوكسجين زي حاجه زي الفيس ماسك او فينتوري ماسك. وجريد 4 لا انت محتاج بقى بوست بريشر زي الباي باب او الميكانيكال فنتليشن. يبقى دي الجريدز بتاعه السي ار اس. زي ما قلت لكم بالنسبه للمايلد سي ار اس مايلد سيمتومز مجرد بس بعمل لهم سيمتوماتيك تريتمنت يعني عدده انتي هيستامينيك وانتي بايريتيك. في حالات السيفير كيسز لا اي سي يو ادميشن واعمل لهم ميكانيكال اعملوا سبورت سواء كان سيركيولاتوري سبورت او ريسبيراتوري سبورت والسبيسيفيك تريتمنت هو الستيرويدز والتوسيليزوماب. بالنسبه للايكانز زي ما قلت لكم اختصار لحاجه اسمها اميون افكتور سيل اسوسييتد نيوروتوكسيستي. الميكانيزم بتاعتها نوت ان يعني ما نوت فولي اندرستود ما هيش معروفه قوي، لكن من ضمن البوسيبيتيز بتاعتها انه الانفيوزد كار تي سيلز اللي اتحقنت دي بتبدا تكروس البلاد برين بارير ولما تعدي البلاد برين بارير تبدا تطلع سايتوكاينز جوه البرين نفسها.
طيب ايه هي البرزنتيشنز اللي ممكن نشوفها على العيان دوت؟ ممكن تشوف confusion up to delirium، وممكن يحصل up to ممكن يحصل seizures او convulsions، ممكن تعمل لها stroke و up to كمان intracerebral hemorrhage، وممكن تعمل لها focal neurologic deficit. يبقى تاني الميكانيزم ان الكار تي بتعدي بلاد برين بارير وبتطلع سيتوكينز جوه البرين نفسه، بتعمل دي confusion و delirium، بتعمل دي seizures و strokes و bleeding focal neurologic deficits. المانجمنت برضو بتاعنا هو لازم تبقى في كل هذه الكومبليكيشن ايرلي ريكوجنيشن، ما استناش لغايه لما العين يتدهور. برضو سبورتيف ان انا بعالج السيمبتومز نفسها، يعني سيجرز ادي انتي سيجر ميجرمنتس، انتركرينال هيمرج ادي حاجات تقلل الانتركرينال بريشر، لكن سبيسيفيك تريتمنت هو الاستيرويدز. هل في رول فور توسينزيماب؟ لا ملوش رول في الايكانز بخلاف الرول بتاعه الموجود في السي ار اس او السيتوكاين ريليس سيندروم. وده الجريدنج بتاع النيوروتوكسيس، طبعا هي الجريدنج بتاعه صعبه شويه، يعني بعمل جريدنج لكذا ايتم، من ضمن الايتم دي حاجه اسمها الاي سكور، اللي هو بيعتمد على كوميونيكيشن وذ ذا بيشنت نفسه، هل بيستجيب ولا لا، يقدر يتحرك ولا لا، الكونشس ليفل نفسه، والسيجرز والموتور فايندنجز، وهل في سيريبرال اديما او انتركرينيال بريشر انكريزد. دي الحاجات اللي بحط عليها جريدنج بتاعت النيوروتوكسيستي. وزي ما قلت لكم انت بتعمل مانجمنت اكورد تو ايتش جريد. يمكن اخر كومبليكيشن هنتكلم عنها هي السيتوبينيا اند هايبوجاميدوبينيميا. والميكانيزم بتاع السيتوبينيا ايرلي بوست ترانسبلانت بيؤدي تو الليمفو ديبليتنج كيموثيرابي اللي بتستخدمه. كمان في عندنا ليه بقى اللي هو الهايبوجاميدوبينيميا، ودي نتيجه ديبليشن اوف ذا بي سيل لو انت بتستخدم سي دي 19 تارجتنج. يعني واحده من الحاجات القامه قوي في سي 19 تارجتنج كار تي ان عندها بيدخل بعد كده في هايبوجاميوجلوبينيميا. ليه؟ لان السي دي 19 ده بيكسبريس على البي سيلز، فانت زي ما بتموت الكانسر بي سيلز نفسها او الكانسر سيلز نفسها، هتموت كمان النورمال بي لينفوسايتس، فالشخص ده هيدخل لك في هايبوجاميوجلوبينيميا. يبقى ده السبب السيتوبينيز او الهايبوجاميوجلوبينيميا بوست كار تي. البرزنتيشن طبعا نتيجه السيتوبينيز الموجوده، الشخص ده عنده نيوتروبينيا، عنده ثرومبوسيتوبينيا، عنده هايبوجاميوجلوبينيميا، وعنده ريكارنت انفكشنز. هاو تو مانج؟ من خلال انتي مايكروبيال بروفلاكسيس بلس انك تدي على دوت اي في اي جي لو عنده هايبوجاميوجلوبينيميا. وده البروفلاكسيس، البروفلاكسيس بروتوكولز في الناس اللي هم بياخدوا الكار تي. عندك طبعا بكتيريال بروفلاكسيس، طبعا لو الاي ان سي او الابسيت نيوتروفيل كاونت اقل من 500 بدي حاجات زي الليفوفلوكساسين، انتي بكتيريال، بدي انتي فايرال زي الاسايكلوفير او فالسايكلوفير، بدي انتي فانجل زي فلوكونازول برضه لو الاي ان تي اقل من 500، وانتي نيوموسيست اللي هو بدي الكوتريموكسازول او السلفاموكسازول تريمزوبين سلفا. برضه ويكمل العين دوت من دي بلس 30 لغايه ما يحصل كومبليت ريزوليوشن، سي دي 4 كاونت تبقى وذن نورمال. يبقى انتي فايرال وانتي فانجل وانتي بكتيريال وانتي نيوموسيست كرانياي، بدي الحاجات كلها بديها لهم. كان بلس ان انا بديله طبعا ايمونيزيشن زي النيموكوكال فاكسين والانفلونزا فاكسين والهيباتيتس فاكسين. كده يبقى احنا خلصنا الكومبليكيشنز بتاعت الكار تي. زي ما قلت لكم 3 مين كومبليكيشنز، سي ار اس سندروم والايكانز والسيتوبينيا اند هايبوجاموجلوبينيميا. كل واحده اعرف ايه هي الميكانيزم بتاعتها، البرزنتيشن بتاعتها، ايه هو التريتمنت اوف تشويس ليها. سي ار اس علاجهم سبيسيفيك تريتمنت هو الاسترويد والتسريزمان، الايكانز علاجها مفيش سبيسيفيك تريتمنت لكن مني بيبقى من خلال سبورتيف وستيرويدز، السيتوبينياز اند انفكشن بدلهم اي في اي جي وبدي انتي مايكروبيالز بروفيلاكسيس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وبارك لنا فيه. كده باختصار اتكلمنا عن الكار تي، جمعنا الحاجات بتاعتها، إيه الحاجات المهمة فيها. زي ما قلت لكم ده جزء مهم في الترانسبلانتيشن ثيرابي. المحاضرة الأخيرة إن شاء الله هتبقى في السكشن ده بتاعت البيسكس أوف ترانسبلانتيشن، مجمع لكم الباي سبيسيفيك تي سيل إنجيجر في الهيماتولوجي، ودي حاجة برضه مواضيع جديدة قوي يعني صعبة تقرا التجميع. هتلاقيهم مجمع لكم ايه هي برضو الادويه اللي بنستخدمها بت انكلود الباي سبيسيفيك تي سيل اجينست الكانسر سيل، وحتى كان بيسموهم ساعات الكار لايت، يعني الكار تي الخفيفه المخففه، لانها برضو بتشتغل برضو بنفس الميكانيزم اللي بتريكروت الاميون سيل او التي سيل
to attack الكانسر سيل. فناخد بريك إن شاء الله بعد كده نكمل.